احنا معانا على الهاتف دكتور محمد كيلاني، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم استاذ المشاهدين. يعني خلينا يعني نشوف مع حضرتك تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه، تداعياتها الاقتصاديه الى اين وصلت، وبنظره استشرافيه لما يحدث على ارض الواقع ما بين روسيا واوكرانيا الى هذه اللحظه، كيف ترى هذه التداعيات في المستقبل، وما ستقول إليه وما سيقول إليه وضع الاقتصاد، وبالتالي ما يعني ما يجب أن نأخذ حذرنا منه أو نستعد له؟ يعني مبدئيا يعني في الفترات الحالية يعني كل دول العالم يا فندم بتمر بأزمات، وفيها في بدايتها هي أزمات اقتصادية، والأزمة الاقتصادية يعني دي بيكون تداعيات كبيرة على الدولة حينما لا تتخذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة لمخصصات السلع، بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية، بالنسبة لتطوير وتحديث قاعدة الصناعة فيها في الأيام القادمة، خاصة إن احنا بنشوف يعني خلينا أقول لحضرتك إن أمريكا فيها تضخم وصل إلى 8.6%، بريطانيا وصل فيها تضخم إلى 7.5%، كل دول العالم الآن بتمر بأزمات اقتصادية، الخريطة الاقتصادية الدولية بدأت تتغير منحاها إلى إن احنا في الفترات القادمة لازم نستعد، وحينما يعني نقول إننا لابد أن نستعد، فإحنا فحضرتك أي حكومة النهاردة بتبص على إمكانياتها المتاحة، ثم ما هي الاحتمالات المستقبلية اللي هي محتاجاها، خاصة من حيث تأمين السلع والخدمات، خاصة من حيث إن هي تركز بصورة إجمالية على إنها تحسن الفاتورة بالنسبة لي قطاع الصادرات، وتعمل تقشف وتعمل نوع من التخفيض الكبير جدا للفاتورة الاستيرادية، لأنها كلما بتزيد الفاتورة الاستيرادية كل ده بيحصل طلب على الدولار، فمش محتاجين تضخم بالزيادة في الأيام القادمة. فأنا أعتقد إن احنا وخاصة يعني خلينا نروح جزئية مهمة، السيد الرئيس السيسي في 2017 كانت رؤيته واضحة للأيام القادمة، وبصراحة أنا في اعتقادي إنه قرار جريء، كانت مدة الزمنية للاحتياطات السلع كانت 3 شهور يا فندم، ده في السابق أصدر قراره في 2017 إن المدة دي لازم تكون 6 شهور، وفعلا دي اللي عملت نوع من المواكبة والموائمة، وأرسلت برسائل طمأنة للمستهلك المصري وللمواطن المصري، وأعطت نوع من الطمأنة على الداخل إنه الدولة المصرية حريصة على تأمين السلع والخدمات، وحريصة على إن يكون اقتصاد قوي. وبالتالي ده إحنا في فترة كورونا في الربع الأخير من عام 2019 لولا هذا القرار الجريء لكنا إحنا مرينا بأزمات، خاصة إن إحنا بعد ذلك حرب التجارية بين الصين وأمريكا، ثم تبعها الأزمة الكبيرة جدا هي أزمة روسيا وأوكرانيا التي صدرت للعالم كله أزمات غذاء، خاصة أنها بتعد سلة غذاء العالم في الفترات السابقة، فبدأت وأزمة فيما يبدو أنها لن تنتهي يعني قريبا على الإطلاق. المشهد ضبابي بالضبط، عشان كده كنت بسأل حضرتك في ظل يعني رؤية للمشهد فيما بعد هيبقى شكله ايه، نتوقع احنا الوضع الاقتصادي في العالم يكون ايه، واحنا نقدر نواجه ذا. طب رأي حضرتك فيما قامت بيه الدولة المصرية من اول امس من انتاج رغيف الخبز من البطاطا، من يوم 1 يوليو تم يعني تفعيل هذه الفكرة يعني وتجربتها، ربما تكون حل لأزمة استيراد القمح ايضا. خلينا نقول لفندم انه في فترات الازمات انت مضطرة تروحي لما يسمى بالبدائل، تمام، تبحثي عن البدائل، بحيث انه ازمة القمح هتكبد خزانة الدولة مصاريف وتكلفة كبيرة جدا، فانت محتاجة يكون عندك بديل لها في التوقيت الحالي، بديل متوافر وموجود وهيعمل نوع من تخفيض المخصصات المالية لاستيراد القمح من الخارج، وبالتالي ده انا اعتقد انه يعني هيصدر للعالم كله ان في الفترات القادمه هيبقى في نوع من التجمعات الاقليميه، احنا شايفين النهارده في زيارات بين السعوديه ومصر والامارات الاردن، ففي الفترات القادمه يا فندم كل مجموعه من الدول في محيط معين هتتجمع مع بعضها البعض بحيث انها تواكب
الأزمات القادمة. هل في قلق بالنسبة للمواطن؟ أنا أعتقد أن ما فيش قلق، لأن الحكومة المصرية جاهزة في هذا الأمر ولديها بدائل ولديها خطط. والسبيل على ذلك أو الدليل على ذلك أنه يعني إحنا شايفين أن استيراد القمح من الهند مسافة طويلة جدا وتكبد خزانة الدولة مصروفات كبيرة، وبالتالي الحكومة النهاردة بدأت على مرحلتين. المرحلة الأولانية أنها تعمل توسع وفق رأس في المساحة المنزرعة، علاوة على أنها تتجه إلى البديل اللي هو البطاطا. يعني أنا بشكر حضرتك جدا لأنك يعني رسالة مطمئنة من حضرتك للمصريين. يعني بشكرك جدا دكتور محمد كيلاني، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.